يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن ابن حزم رحمة الله عليه أنه ينكر الكرامات؟ ما أدري، لم أعلم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخبر، قد يكون ينكر ما يدعى أنه كرامات، قد يكون ينكر ما يدعى أنه كرامات وليس هو من الكرامات. ما كل ما قيل أنه كرامات يصير صحيح. نعم.